الزاوية السياسية العامة أنا بعتبر إنه عنان هو مرشح الأمريكان حليفا للإخوان، يعني أعتقد إن فكرة إنه مرشح الإخوان فقط هذه فيها نوع من الابتذار، يعني لأنه من المعروف وهذا معلن منذ ثورة 2011، يعني نحن في جريدة الأمة على سبيل المثال ترجمنا حرفيا مقالا في واشنطن بوست عقب ثورة 25 يناير 2011 كان عنوانه بالنص عنان رجل واشنطن في مصر. فأعتقد أن هناك ترتيب فوق مصري إنجاز التعبير لترشيح السيد سامي عنان، ومن الواضح جدا أنه عقب إعلانه للبيان المسجل المعد بعناية في تقديري جرى اتخذ ترمي في مغزاها إلى هذه الدلالة، أيضا تجاوب الواضح جدا من قنوات الإخوان ولجانهم الإلكترونية وهو تجاوب سريع، يعني بدأ مفاجئا وغريبا لأنه معروف أن الرئيس الإخوان المعزول مرسي قد أقصى سامي عنان. هذا التجاوب معبر عن برجماتية ظاهرة لدى الإخوان وعن تصور أن الأمريكان يمكن أن يفعلوا شيئا في مصر الآن. لماذا يتوجب على الأمريكان أو يتوقع من الأمريكان أن يفعلوا شيئا؟ لأنه السنوات الأخيرة الحقيقة شهدت تدهورا حادا في العلاقات المصرية الأمريكية، أو بالدقة تخففا من أثقال التبعية، تبعية القاهرة لواشنطن في مسارات متعددة عسكرية وسياسية. أنا النقطة الأخيرة التي أود أن إبرازها، سواء ترشح سامي عنان أو ترشح غيره فإن نتيجة الانتخابات أنا تبدو محسومة سلفا، فالرئيس السيسي سوف يدخل بكل تأكيد إلى فترة رئاسته الثانية. طيب يعني بس أنا عايز أعيد ما تفضلت بذكره أستاذ عبد الحليم بأنه السيد فريق سامي عنان هو مرشح الأمريكان متحالفا مع الإخوان، أنا سمعت ده بصورة صحيحة؟ أنت سمعت بصورة صحيحة، يعني فكرة أنه مرشح الإخوان فيها نوع من اجتزاء الفكرة، هو في الجوهر مرشح الأمريكان.